السلام عليكم. الله يخليك، حنا كنعانيو بهاد ملي كطيح الشتا فهاد الزنقه نتاع لا ميزو هونداي، عندنا الواد كاين المحامل بزاف، وهاكو تشوفوا هاد الحمله كي راها دايره هنايا، دائما كنعانيو حنا بهاد الشيء. دائما حنا كان الساكنه عيا وما يشكيو، وهنا عندنا لا ميزو ديال الوطا، وعندنا الناس ساكنه هما كلشي كيتشكاو هنا في هذا الحي، عياو من لا واد الحار، لا ما كان لا حتى الكريه تاع الماء، ما كان ها السيارات كلشي واقف، واه السيارات كلشي واقف هنايا، عينا ما نعاليو بهذ الزنقه، الناس لقينا دوك من فوتو، حصلنا في هذا الماء، حصلنا في هذه المشاكل بزاف، هذه المشاكل كل عام ملي كطيح الشتا كنعانيو بهذ الشتا كل عام. والله يخليكم طلبوا هاد السلطات تشوف لنا هاد الحل تاع هاد الشيء. حنا نطلبوا من السلطات يشوفوا لهاد الحاله ديالنا، راه عندنا هنا مشكل في هاد الروكارات، راه قبيله تخنق، راه باغي يدخل علينا كاع الماء للدار، ودوك هاد كل عام كنتشكاو من هاد الشيء، وما كانش اللي ينابه لهاد الشيء، ما كانش السلطات، ما كانش اللي يشوف في هاد الحاله اللي كتوقع، وراه الوطا غرقوا والناس غادي يدخل عليهم الماء، ويشوفوا من حالتنا الله يخليكم. وحنا نطلبوا السلطات وشكرا للصحافه اللي جات عندنا باش تشوف هذه الحاله ديالنا اللي راه مكرفصه، والناس راه غرقت سيدي الله يخليكم، وشوفوا لهاد الجهه نتاع حد الحي الصناعي راه غارقه بزاف، راه غارقه بزاف، ولو كان يزيد شي التمر اكثر من هذا الشيء غادي نوليو اكثر من طنجه. خص يتنبهوا لهاد الروكارات يشوفوهم قبل ما يوقع الشتاء، والشتاء نتاع الله سبحانه، والسلطات هما اللي خصهم يشوفوا لنا هذه الحاله. وشكرا. شوف ها صورني ها ها شوف مناظر كده، شوف واش هادي غادي يفوتوا هاد الحارة صح؟ طلبوا بهاد السلطات شوف لنا هاد الشيء، شوف كي راه حنا فاضحين، ما لقينا هنا الناس ما لقات مين تفوت، حصلنا في هذا الماء. الله يخليكم، الله يرحم والديكم، شوفوا كي ديروا لنا هذا الحل نتاع هذا الفضيحه نتاع الماء.